اوف بروجكتس كتير قوي. فكره الهاي موبايلتي اللي هو بقدر اخش عليه من مالتيبل ريسورسز، مش لازم اجيب ديسك توب بسبكس معينه او لاب توب بهاي سبكس عشان اشتغل عليها. الموضوع بقى بالنسبه لنا ابسط من كده بكتير، تابلت موبايل بتاعي وانا مروح افتح واخش ابتدي اشتغل على شغلي عادي خالص. رقم ثلاثة as a priority في الـ powerful computing tool، زي ما كنا لسه بنتكلم ان انا ما بقيتش محتاج اجيب high definition hardware عشان ابتدي اشتغل عليها، لا بقى معايا flexibility عالية قوي في موضوع الـ hardware ده وريحني بشكل كبير قوي. بعد كده eliminating server sprawl the power of accessibility and easy sharing، ودي مربوطة بالهاي موبيلايتي بتاعتها ان انا بقدر احصل عليها من حتة بعيدة. سو ما eliminating server spiral، ولو كثير مننا سواء اللي كان شغال technical office او بم management او بم design او modeling او خلافه، فكنا دائما بتحصل المشكلة الشهيرة عندنا ان انا كل ما بتتزنق هات سيرفر جديد، كل ما بتتزنق هات سيرفر جديد، فبيصبح الشركة كلها بتتحول الى اوضة سيرفرات ضخمة جدا لا متناهية، والافراد نفسهم قاعدين في اوضة واحدة. بيزد على ايه؟ بيزد ان ما شاء الله حجم المشاريع كل ما بتكبر وحجم اليوسج بتاعي كل ما بيكبر، فبيزداد الاحتياج بالنسبة لي لمورس هاردوير سبيسيفيكيشن بشكل ضخم قوي. واخر واحده فكره الامبروفينج كولابوريتيف اكروس ورك سايتس، ودي انا اعتقد هي اهم واحده والمفروض تبقى اول واحده، بس سيرفي هو اللي قال ان هي اخر واحده. فكره ان انا عندي مالتيبل سايتس، وبالذات لما بنتكلم على شركه شغاله عندها كذا موقع في المقاولات بتاعتها، فعايزه تتابع هذه المقاولات، والهيد اوفيس في مكان مختلف، فالهيد اوفيس محتاج يكنترول على كل السايتس دي بشكل او اخر. فكره ان الشيرنج مفيش دايمنشننج زي ما بيقولوا كده للنتورك مثلا بتاعتي، لا خلاص الموضوع زي ما لو انا كنت قاعد في مكان، قاعد في شركه، الشركه دي كانت بتبقى مربوطه زمان من كام سنه بفكره النتورك بتاعتها والاي تي، ولا لازم يبقى موصل السيرفرات ببعض والكلام ده كله، لا الكلام ده اختفى، بقى عندي الموقع في العالمين مربوط مع الموقع في العاصمه، مربوط مع موقع في جامعه الملك سلمان في طور، لا ده مربوط مع مشروع في اكرا في غانا. كل المشاريع اصبحت مربوطه بشكل ضخم جدا، واصبح الكونكتيفيتي بتاعتها والكالوبريشن بتاعت الداتا اصبحت فاذا بشكل او باخر از كونكلوجن ان الكلاود هو فكره بشير النتورك، بشير السيرفر، بشير الهاردوير سبيكس العاليه جدا، حطينا فوقيها لاير اوف بلاتفورم او ابلكيشن لاير عشان اقدر ابلد اب الابلكيشنز اللي انا محتاجها ايا كانت هي ايه، فور كونستراكشن او فور اي حاجه. بدانا نخش نتكلم مع الناس فور كونستراكشن، وجدنا لا الناس بدات تميت اب الحاجات كلها بتاعت الكونستراكشن اللي احنا بنتكلم عليها، فاصبح بالنسبه لنا الموضوع لا ده بيزد على كلامنا احنا، وده مش كلام شخصي، ده سيرفيز اتعملت على مستوى العالم، وزي ما قلت لحضراتكم على مستوى الشرق الاوسط والخليج وافريقيا، لا الناس خلاص بدات تتجه لهذا لفكره الكلاود بلاتفورم، وشركات كتير جدا بدات زي ما بيقولوا تتسابق لنقل كل الديسكتوب سوفت وير بتاعها انه يشتغل على الكلاود بشكل كبير قوي. طيب عشان نقدر برضو نقيم تجربة الكلاود معانا، بس لازم نفهم او نتفق على المعايير الرئيسيه يعني ايه كونستراكشن مانجمنت عموما، واللي هنبتديها النهارده بفكره البلاننج والسكادولينج بتوع المشروع. فلازم نتفق الاول ايه هو ايه كونستراكشن مانجمنت، وايه البلاننج والسكادولينج اللي انا محتاجه كبيزكس زي ما بيقولوا، وتطبيقها على البم سوري على الكلاود فيها، هل هو بالفعل هنلاقيه مفيد ولا لا. وبرضو زي ما انا قلت لحضراتكم الموضوع نعتبره موضوع للنقاش ما بيننا، انا بنطرح وجهة نظر وببقى سعيد طبعا بسماع وجهات النظر من الاشقاء كلنا، لان احنا كلنا من وجهة نظري
متبهدلين جامد في موضوع الكونستراكشن بشكل كبير قوي، سواء كسيفل انجينيرز او الكتروميكانيكال انجينيرز. المهم في مجال الكونستراكشن تحديدا في مشاكل كتير قوي بتواجهنا، بنحاول نفكر مع بعضينا بصوت عالي، هو هل الحل المقترح بفكرة الكلاود وبعد تطبيقه من أكثر من 7 سنين تحديدا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، هل هو كإيفالويشن بوينت، هل هو فعلا فاليد بالنسبة لنا ولا مازال محتاج تحسين؟ وأكيد أي حاجة بتبقى محتاجة تحسين، أو بالنسبة لوجهة نظري هل هي نوت فاليد أصلا كتجربة ولا لا. طيب، أول حاجة الكونستراكشن، أنا بعتبر الكونستراكشن it's application of art and science. الكونستراكشن مش حاجة عادية بالنسبة لنا، فيها operational work كتير، فيها زي ما بنسميها organized chaos، الضوضاء المنظمة. وأعتقد إن غالبيتنا لما بيصحى الصبح لغاية ما بينام بالليل، ده إيه نام، هو بيسقط زي ما بيقولوا، بيبقى في فوضى خلاقة نتيجة الحجم الإيشوز الكتير قوي اللي إحنا بنتكلم فيها، ونتيجة الأوبريشن إيشوز وخلافه. فبالتالي أنا بعتبر الكونستراكشن حاجة فريدة من نوعها، ما بتتكررش زي ما إحنا بنتكلم فيها كده. ثانية واحدة. ماشي باشمهندس سيد يولا، الصداع المستمر لحل المشاكل معاك تماما طبعا، بس ما يعني خلاص بعد فتره بتعتاد عليها باشمهندس سيد، وبتبقى ما تقدرش تغير الفيلد نفسه او المجال نفسه، فبالتالي بتبقى مستمتع بيه، بس بنحاول نقلل طبعا على قد ما نقدر فكرنا شويه، اللي هو فكره المشاكل وخلافه، ازاي نقدر فعلا نحلها بشكل سريع. تمام. طيب، لاعتزازي ان انا واحد من افراد الكونستراكشن في مصر والشرق الاوسط، فانا بعترض دائما على فكره الكونستراكشن زيها زي المانيفاكتشرنج بروسيس، وللاسف بعترض برضو على فكره ان اي بلاتفورم او اي مانجمنت بلاتفورم خاص بالمانيفاكتشرنج ينفع يمشي للكونستراكشن. ارفض وبشده من هذه المنصه، اشجب واندد ان ما ينفعش المانيفاكتشرنج بروسيس تتطبق بشكل او باخر على الكونستراكشن. الكونستراكشن واولها، واعتقد دي كلنا متفقين عليها، اللي هي فكره ان كل مشروع اتس يونيك بروجكت، ما عنديش منتج زي المنتج التاني. فكره الريموت سايت، المصنع انا عندي هو مصنع بخط انتاج واحد بطلع فيه الحاجه كلها، لكن فكرتي انا عندي مالتيبل سايت بمالتيبل انفايرمنت بمالتيبل برايسنج بمالتيبل ريسورسنج بمالتيبل كل حاجه. فانا بالتالي كل مشروع انا بالنسبه لي اتس توتالي يونيك، ما فيش اي حاجه متكرره فيه. فكره البروسيس از نوت از بريدكتابل، اعتقد كلنا لو مضينا على العريضه كامله فكره ان كل مشروع، واعتقد ما شاء الله سواء اللي لسه جديد وقريب مننا داخل في هذا المجال، او سريع كتير قوي في خلاف الموضوع، في خلاف اللي احنا بنشوفه، بنكتشف ان كل مشروع بلا استثناء هو ملوش اي علاقه بالمشروع اللي بعده، ملوش اي علاقه بالمشروع اللي قبله، وحجم المشاكل اللي احنا بنشوفها وحجم البروسيس والستبس وحجم الكلاين والاكتيفيتي المشروع اللي بعده واللي قبله. فبالتالي المانيفاكشرنج بروسيس ملهاش اي علاقه بالكونستراكشن، وما زلت برفضها تماما. فكره برضو ديفيكالتي ان ابلاينج اوتوميشن بشكل او باخر كديفيكالتي مشروع، طبعا في تولز كتير قوي نقدر نسرع بيها الموضوع، بس ما بقدرش اوتوميته توتالي بالنسبه لنا. فبالتالي ما ينفعش حد يقول ابدا ان الكونستراكشن زيها زي المانيفاكتشرنج. اخر حاجه برضو اللي هي الهاي بوتنشال فور انكاونتنج انفورسين كونديشن،
ان انا دائما لما بخش المشاريع بتاعتنا ببقى وابسطها انا مش عارف الارض اللي وانا داخل في مشروع كبير، الارض نفسها بتبقى هل هي صخريه حتى لو عملت المجسات بتاعتي وخلافه، فالموضوع بيختلف بالنسبه لي انا الحقيقه اول ما بنزل على ارض الواقع. وتحس ان دائما بنحس المشروع اتسلايفي، هو ضدنا مش معانا، بس فدايما بنكتشف ان حجم المشاكل وحجم الريسك اللي احنا كنا عاملين حسابه قبل ما نخش في المشروع ملوش ادنى علاقه خالص بحقيقه المشروع اللي احنا بنواجهه فيها، الا ما رحم ربي وبالدعوات وان كل يوم نصلي يعني 50 ركعه سنه عشان ربنا يسترها علينا بس ونقفل المشروع ان قفل معانا بشكل او باخر. فما زلت برفض زي ما انا قلت لحضراتكم الكلمه بتاعت ان لا، ان الكونستراكشن بروسس او الكونستراكشن بروجكت زيها زي بالظبط المانيفاكتشرنج بروسس. طبعا اخر واحده الكوست كان فاري اكوردنج تو كونديشنز، دي معناها ان التكلفه اللي احنا بنحطها بشكل او بالكبير بيزد اون اور اكسبيرينس وبيزد اون الكومباني اكسبيرينس وبيزد المشاريع اللي فاتت. هوبا حصلت زي الايشيو الشهيره بتاعت 2016 تحديدا عندنا هنا في مصر، او 2008 في امريكا، او دي اللي هو فجاه العمله اختلفت كسعرها، هوبا كل الكوستات بتاعتك ضربت في 3 4 فجاه، بقى ما فيش كوست، ما فيش بيدنج، ما فيش كوست كنترول، ما فيش اي حاجه. فجاه انت لقيت نفسك حايز في النص وعليك التزامات كبروجكت مانجر او بروجكت بورتفوليو مانجر تحديدا، عليك التزامات وطلعت بي اوهات وبتستلم بحاجات وفي الاخر بتصفصت يعني. ففي حاجات كتير قوي احنا بنسميها فورس ماجور خارج ارادتك الشخصيه، فبالتالي برضو محدش يقنعني ان الكونستراكشن بروسيس زيها زي المانيفاكتشرنج بروسيس. تمام. نفس الحكايه برضو المساوئ بتاعتها ان انا ازاي اقدر امانج السبلاي يوتيليتيز والاذر ريسورسز بتاعتي، حاجه انون تكنيكال انوفيشن اند ادابتد سلوور، ودي بالفعل احنا بنواجهها كلنا فيها. فكره ان انا اوصل للكواليتي اوف اكسبيرينس للمشروع بتبقى فعلا مشكله كبيره جدا. فهي ملخصها عشان بس الخص الصفحتين دول اللي انا دايما بحب احطهم في اي سيشن، في اي محاضره حتى بتكلم فيها عن الكونستراكشن مانجمنت. محدش يقنعني بايا كانت الشكل بعد 25 سنه في هذا المجال اللي ما يعلم به ربنا ان الكونستراكشن بروجكت مانجمنت اكزاكتلي سيم ذات مانيفاكتشرنج بروجكت مانجمنت اللي فيها. سريعا نرجع بقى للطبيعي، ده هي بس كانت حاجه مضايقاني شويه فقلت افضفض فيها معاكم. الكونستراكشن مانجمنت فانكشن طبعا طبيعي جدا اللي احنا كلها متعرف عليها، لو هي الكوردينيشن الكوردينيشن البلاننج وسكادولينج البرشيسنج والاكسبنديشنز السوبرفيجن على التشغيل الكوست كنترول دوكيومنتيشن ريبورتنج الكواليتي الاستيميشن السيفتي اند ريسك مانجمنت، وهو اكبر مشكله في المشاريع الكبيره الكونتراكت ادمنستريشن والار اف ايز واعوانها الكليمز واناليسز والافويدنس ان وجدت. ده فور كونستراكشن مانجمنت على السكيل الكبير. الكونستراكشن انجينيرنج فانكشن طبعا ده الليفل اللي بعده شويه، اللي هو ازاي بقى نقدر نعمل الشوب دروينج والكونستراكتابيلتي والسيكونس ستاديز من البلان بتاعتنا والفاليو انجينيرنج والاركشن دايجرامز والبروسيدجرز اللي هو الليفل التفصيلي بشكل او باخر، والسيرفي لاي اوت لو عندنا مشروع كبير شويه في مساحه وخلافه. ثم الاكسكيوتيف فانكشن دي بقى الناس الاعلى شويه بفكره الكوربريتيف مانجمنت والاستراتيجيك بلاننج على مستوى البورتفوليو اوف مانجمنت، وده برضو على فكره بيندرج تحت كونستراكشن مانجمنت. فبالتالي ما حدش يقول اه والله الكونستراكشن مانجمنت هو خاص بمشروع، الليفل بتاع الكونستراكشن مانجمنت انا من وجهه نظري صغيره جدا، ومن وجهه نظر The studies زي ما بيقولوا construction management it's a very huge enterprise management of projects construction projects overall the country or overall the region itself public relation labor relation وخلافه. المشكلة كلها ان مين المفروض اللي بيتعاونوا معانا او بيشتركوا معانا في فكرة الكونستراكشن بروسيس او الكونستراكشن مانجمنت. طبعا من اول الاونرز ايا كان هو برايفت اور بابليك وخلافه، الديزاينرز سواء سبيشالايزد او جنرال
ديزاينر او جنرال كونسلتنت في الموضوع، ثم الجنرال كونستراكتور او جنرال كونتراكتور زي ما احنا بنسميه، ثم الكونستراكشن مانجمنت باللاير بتاعتها كلها بالسب كونتراكتورز اللي شغالين، او لو انا عندي كذا ريجون وكل ريجون او كل زون بشتغل بيها بكونتراكتورز معينين، ثم السبلايرز والفابريكيتورز. والفرق ما بينهم السبلايرز دي الحاجه جاهزه عندهم انا بجيبها من عنده على طول، الفابريكيتورز ودي دايما بنحتاجها في الام اي تي والالكتريكال فيلد والفاير فايتنج تحديدا، دي ان انا بديهم اوردرات بشوب دروينج عشان يصنع لي الحاجه بتاعتي. طبعا لو دخلنا فيها في الجفرمنت دخلنا في اليوتيليتيز كومباني في المشاريع العملاقه شويه بقى اللي بخش فيها في اليوتيليتيز، الاندستري اسسمنت والبروفيشنال سيرفيسز زي الكونسلتيشن بشكل او باخر سواء فاينانشال او خلافه، ثم العام او وخلافه. طبعا كل واحد من دول كستيك هولدرز مطلوب مني بشكل كبير قوي كراجل كونستراكشن مانجر ان انا بتعامل مع كل هذه الشخصيات، بتعامل مع الفانكشناليتي بتاعتها مش هنتكلم فيها بالتفصيل، وان كان حبيت احطها لكم عشان تقدروا از ريفرنس للستاندرايزيشن بتاعتنا هي ايه الفانكشن بتاعت كل واحد من دول، سواء الاونر الديزاينرز الكونتراكتور الكونستراكشن مانجمنت، بحيث ان برضه نبقى قادرين نفرق ما بين كل واحد من ال 12 ستيك هولدرز اللي موجودين عندي بالتفصيل. وفي نفس الوقت ده زي ما انا قلتها لكم بيزد عشان ابقى عارف هو مين مسؤول عن ايه، وكل مشروع بحجمه، لو مشروع انفراستراكشر فبالتالي ليه سكيل معين، لو انا مشروع لا عماره سكنيه صغيره فليها سكيل مختلف من الستيك هولدرز، لا لو بتكلم على انفراستراكشر بروجكت زي المشاريع بتاعت الضغط العالي والضغط المتوسط للكهرباء او الانفراستراكشر اوف بايبنج ودرينج والكلام ده كله، فبرضه بتبقى داخله معانا بشكل مختلف وبيخش معانا ستيك هولدرز مختلفين. طيب نبتدي بقى نتكلم في التطبيق. احنا هنا شويه زي ما بيقولوا كده رغينا as a general speaking، اي فرق او اي تقارب ما بين الكونستراكشن بروسيس والمانيفاكتشرنج بروسيس، مين الستيك هولدرز اللي بنتكلم عليهم، وهنبتدي نطبق بقى الكونستراكشن مانجمنت على الكلاود بلاتفورم اللي احنا مسمينها زي بيلدر. وهنا دي اللي احنا بدأنا نتكلم فيها. طبعا بلا استثناء لو سألت حضراتكم جميعا ان ده بالفعل المشروع بتاعي في اي شركة مقاولات او في عند اي اونر للمشاريع بالنسبة لنا. طيب الصوت كده واضح معاكم ولا لسه بيقطع؟ هو الصوت واضح دلوقتي. تمام. اوكي. طيب في اي مشروع في اي شركه حضراتكم جميعا بنشتغل فيها لازم بشكل او باخر فور كونستراكشن بروسيس بالنسبه لنا لازم ببتديها باداره البيدنج او اداره التسعير، باداره البلاننج او اداره التخطيط والمتابعه، بالسايت اكسكيوشن التنفيذ واداره التنفيذ بتاعتها، السبلاي تشين او الاحتياجات والتكنيكال اوفيس المكتب الفني والبروجكت كنترول سلاش شركات بدات كمان تدخل فيها موضوع اللين، وبعض الشركات بتسميها البيج داتا والاي اي وبالفعل بدانا نشتغل بيها هنا، او بيستبدلوها فعلا بالبي ام اوفيس اللي هو بيقدر يكنترول على الداتا كلها مع البروجكت مانجمنت اللي احنا بنتكلم عليه. طيب المشكله الرئيسيه واللي احنا كلنا تعذبنا فيها واللي انا كنت بتعذب فيها بعنف، ان كل اداره من دول او كل قطاع بشكل او باخر وعلى حسب حجم الشركه هي صغيره او متوسطه او كبيره، فبالتالي كل الادارات دي بتبتدي تكلم بعضها، فبالتالي اصبح الموضوع فعلا زي ما قلت لحضراتكم في البدايه خالص فور كونستراكشن بروسيس اتس اورجانيزد شاوس، الفوضى الخلاقه زي ما بيقولوا، كل الناس بتتكلم في بق واحد
مفيش اي داتا. البلاننج بيكلم البيدنج، والبيدنج بيكلم البروجكت كنترول، والتكنيكال اوفيس بيبعت للسايت اكسكيوشن، والسبلاي تشين بيصوت للراجل بتاع البيدنج انت سعرت الكلام ده ازاي. فبتصبح بالفعل لما بتوصل لكونستراكشن مانجمنت او بروجكت مانجمنت حتى تحديدا، بتصبح انت اللي في النص، اللي هو في حد مختفي ورا هنا من حجم الكوميونيكيشن، من حجم الداتا اللي بنتحرك فيها. فاصبح الموضوع فعلا هي فوضى خلاقه المعلومات. وده على فكره كيسز حقيقيه حصلت معانا كتير جدا ما قبل فكر الكلاود شويه مع الكونستراكشن مانجمنت، ان انا كانت بتجي لي الداتا. احنا دلوقتي اهو في اخر شهر واحد 23 واحد، كانت بتجي لي البيانات بتاعه شهر 11 دلوقتي، فببتدي اخد القرار بتاع شهر 11 المفروض كنت اخده في شهر 11 كنت باخده في 23 واحد، اي ما بعدها بشهر ونص شهرين. فاللي حصل حصل، واللي باظ باظ، واللي خرب خرب. كنا اخرنا بنحاول فوركاست الموضوع، يا اخوانا لو حصل لكم المشكله الفلانيه ما تعملش كذا واعمل كذا. وطبعا نتيجه حجم المعلومات المتاخر وحجم الداتا اللي بتضيع في النص دي كلها، للاسف فعلا كانت، وده تبعا لما يسمى بايجن ريبورت، وهو ريبورت شهير جدا عملوا فيه دراسه ايه هي اسباب تاخر الكونستراكشن عموما على مستوى العالم، وتحديدا استغفر الله عظيم يا رب في انجلترا اللي هي متزعمه اصلا الكونستراكشن مانجمنت عندنا في العالم كله، مش عندنا احنا بس. فهم كانوا متضايقين ان الكونستراكشن مانجمنت متاخر عن باقي الكي بي ايز بتاعت الصناعات الاخرى بيدوبك بنسبه 30 40%. يتفضلوا معانا هنا، الناس بتتكلم في ارقام واحنا ملناش اي علاقه بالارقام دي خالص. فوجدوا ان هم بالفعل في اكتر من 35% المشاريع بيحصل عليها اوفر بادجت، 40 45% المشاريع ما بتسلمش الحمد لله في ميعادها، لازم تستلم بعدها بعد ميعادها بشويه حلوين كده. اكتر من 60% العماله ما بيحصلهاش يوتيلايزيشن بشكل او باخر، فبالتالي بتزود الكوست وبالتالي بتزود التايم بتاعها. فوجدوا مشاكل كتير قوي، المشاكل دي واللي كلها اسبابها حاولت الخصها معاكم في المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، الفوضى الخلاقه في مجال الكونستراكشن، ان كل الناس بتتكلم مع كل الناس بدون اي صيغه. فدائما كنت بحسها في بعض المشاريع فعلا، ان وبالذات للاسف لما ببقى انا بروجكت مانجر في موقع بس كبير شويه، بحس ان انا بالظبط واحد بيكلم هندي بيكلم حد تاني بيكلم تايواني، وفي واحد بيتكلم عربي واقف في النص، واحد واقف انجليزي بيتكلم الناحيه الثانيه. فكلنا بنتكلم لغات مختلفه خالص، وكلنا عايزين البيانات بتاعتنا، واحنا مش فاهمين هو التاني بيقول ايه اصلا. فمن هنا صراحه بعد عذاب يعني حوالي 10 12 سنه، حاولنا بشكل او باخر نجاحها، ان هو بنحاول نعمل المترجم الخاص للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. كان من اهم مشاكل زي ما كنت بقولها لحضراتكم فكره الجزر المنعزله وفكره البيانات اللي احنا بنتكلم فيها، والادارات اللي كلهم بيكلموا بعض بشكل بعيد تماما. كان من ضمنها فعلا ان هي ليكج اوف كوميونيكيشن، الادارات كلها يا اما بتبعت بالميل يا اما بالتليفون يا اما بالواتس، بس ما فيش حاجه كومنايز تقدر توحدهم على طول مع بعضهم. طبعا في مجال كبير قوي للاخطاء البشريه، وده كلنا لازم بنقع فيها نتيجه ضغط الشغل او نتيجه خطا بشري عادي لازم بنبقى عاملين حسابنا فيه. بس لو انا عندي ريستريكشن او كونسترين او جايد لاينز محطوط على السيستم بتاعي او محطوط على حتى الاكسل شيت اللي انا بشتغل عليه، فاكيد هيفرق معايا كتير. فكرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها ككلاود بقى، ان مفيش الناس كلها ما كانش دخلت في كلاود في الكونستراكشن، فكنت بضطر اجيب كل مشروع اجيب له 50 60 لابتوب و90 100 سيرفر و500 ورك ستيشن بارقام طبعا خزعبليه. ده بخلاف طبعا فكره الاكسبنسز بانش اوف سوفت وير لكل الاجهزه عشان تبقى لايسنس وخلافه، مش كل شويه يحصل لي مشاكل. والاهم ان الناس اكتشفتها صراحة بعنف في خلال الفترة اللي فاتت، وبداية تطبيق الكلام مع بعضه زي ما بيقولوا، اللي هي فكرة ليك تشوف داتا دريفن.
يعني ايه فكره الليكج اوف داتا دريفن دي اللي احنا هنتكلم عليها حالا فيها، اللي هي فكره ان يعني ايه يبقى كل الناس مش بتكلم بعضها، كل الناس بتكلم حاجه هي فاهمه كل واحد لوحده، بس هي عندها قدره ان هي تترجم المعلومه زي ما بيقولوا للطرف التاني زي ما هو عايز. ومثال بسيط وشهير جدا بالنسبه لنا الراجل المهندس المحترم اللي شغال زميلنا اللي موجود في البيدنج في اداره التسعير او في الاداره القطاع الفني للتسعير، سعر الاسمنت، سعر الحديد، سعر كذا، وحط الريسورس بشكل او باخر حطها بالنسبه له عشاني انا اخش بقى كراجل بتاع بلاننج. بدات افك البي او كيو ايتم بالريسورس بتاعتها، بدات احط الاكتيفيتيز وابتدي احط الديوريشنز بتاعتها والديبندنسز اللي هنتكلم عليها والريليشنز وخلافه. كان بيصبح ان انا لازم الراجل بتاع البيدنج يبعت للراجل بتاع البلاننج ادي البي او كيو ايتم وادي الريسورس بريك داون، ولازم يفضلوا يقعدوا مع بعض عشان يفهمها له، لان هو مش فاهم منها حاجه، لان كل واحد من الموجود عندنا في اداره البيدنج له دماغه وله فكره وله عبقريته الفذه المحدوده. وطبعا ده كلنا مش هو بس، بما ان مفيش ستاندرايزيشن زي ما كنا بنتكلم، فبيصبح يقعد معاه ويفهمه ويرجع، لا في غلط، لا ده الراجل بتاع البيدنج عدل سعر، لا ده عدل بند، لا ده العميل هو اللي بعت غير في سبيكس موجوده، فيرجع يغيرها له الناحيه الثانيه الراجل بتاع البيدنج ويبعتها للراجل بتاع البلاننج. فبتصبح السايكل بس فعلا، ودي انا عملنا لها بيرفورمنس كي بي ايز كده، السايكل ما بين البيدنج والبلاننج اوف انفورميشن المتبادله طول فتره المشروع بتكونسيوم ما يقرب من مثلا 25 ل 28% من وقت التو ديبارتمنت بالنسبه لي. وده كان رقم صادم صراحه. فتخيلوا احنا يا دوبك في اول تو ديبارتمنت تو ديفيجن تو فانكشن موجودين عندي في المشروع، ولسه الموضوع كبير وهنكر فيه، لقينا في كونسيومنج للوقت بس عشان يفهموا بعض ويتبادلوا المعلومات وهو خلافه 25%. فتخيلنا بشكل او باخر، طب انا لو جبت حد هو فاهم الراجل بتاع البيدنج وفاهم الراجل بتاع البلاننج، اول ما بياخد معلومه من البيدنج بيروح قلبها للراجل بتاع البلاننج عشان يستخدمها على طول، ولو حصل ابديت هنا تاني على طول هي اتس اوريدي ابديتد من غير اي تايم فيها. ففجاه انت لقيت ان عندك في ادارتين نزل التايم بيرفورمانس بتاعهم او عالي التايم بيرفورمانس بتاعهم 25 ل 28% بس عشان قدرت توحد الكوميونيكيشن ما بينهم. زيهم بالظبط بالظبط زي السايت اكسكيوشن، ان انا لو خدت البلان واللوح بتاعتي والشوب دروينج والبلان اكتيفيتيز اللي موجوده عندي كبرنامج زمني وخلافه وبعتها اوتوماتيك للسايت اكسكيوشن، سواء بيز لاينز سواء ابديتس سواء بروجريس سواء الكلام ده كله، اصبح الموضوع انا مش محتاج اقعد معاه وافهمه او هو محتاج يقعد معايا ويفهمني، لا انا بفهمها وبدخلها بلاتفورم او بدخلها سوري بفورمات وبشيتس معينه وبداتا معينه دخلها بروروم مش فارقه هو اسمه ايه دلوقتي، بس قدر يفهمها ويبتدي يكونكت الداتا دي كلها مع بعض. فاصبح وهنا الحاجه الرئيسيه اللي احنا وبعضها، بحيث ان هي بقت اوريدي شيرد ما بين الناس والناس كلها بتقدر تحصل على كل اللي هي محتاجاه في وقت سريع جدا. طبعا عشان اوصل لهذه المرحله كان لازم تبني اللاير بتاعتنا اصلا على فكره الكلاود، وفكره اللي هو احنا متفقين فيه من البدايه خالص، فكره ان انا يبقى عندي موبيليتي وعندي شيرنج اكسس من اكتر من مكان وعندي عدم الاعتماديه على الهاردوير بشكل كبير قوي، او اعتماديتي على مهمة جدا عشان نقدر نكنترول عليه. ده في حد ذاته زي ما كنا بنتكلم فرق بالنسبة لنا كتير جدا. طيب كويس، لنفس الحكايه زي ما كنا بنقول فكره الفاونديشنز الرئيسيه اللي احنا لازم نتكلم عليها،
دي زي نظرة مستقبلية شوية، حطيناها من حوالي 10 سنين وماشيين اوريدي في البروسيس بتاعتها، اكملناها كلها وان كان لا نهاية لما يبغيه الانسان زي ما بيقولوا. فبدأناها بالانتجريشن، والفكرة اللي احنا كنا بنتكلم فيها منذ قليل، فكرة الاي بي بي، فكرة ان هي اتبنت فروم سكراتش اصلا على الكلاود، فيها مش محتاجه ريكونستراكت، الموضوع كله مبني على فكره الساس والسيرفيسز از لايرز والكلام ده كله، فكره المعلومه ازاي افهم ناس مع بعضها. كنا الحمد لله سابقين من 2014 ان احنا كنا اول بم اونلاين فيور على الكلاود، سبقنا فيها بعض الشركات زي اوتوداسك وبنتلي بحوالي 3 4 سنين، وكان ده موجود بالفعل بالنسبة لنا. ثم الأهم فيها security of data، نتيجة إن إحنا بورتنر مع أي بي إم، فإحنا عاملين integration layer معاهم مع ما يسمى blockchain hyperledger بالنسبة لنا، ودي اللي عاملين عليها security بشكل كبير قوي وبشكل واضح، اللي هي فكرة الصلاحيات ومين ليه صلاحية يخش على أنهي مشروع، أنهي انفورميشن من اللي احنا بنتكلم عليها، وليه اكسسبيليتي تو دو أنهي فانكشن كمان. ثم زعيم الـ AI اللي احنا بنسعى السلام عليكم. في انقطاع في الانترنت والدكتور يدخل كمان شويه. طيب انا كده، اتفضل يا دكتور. هو حصل الانترنت ولا زوم عموما؟ عشان لا انا لا، فجأة لقيت الانترنت فصل واللقاء شغال. تمام ماشي اوكي. طيب هل عشان كده شايفين السكرين؟ تمام يا دكتور. تمام اوكي، نبقى في تاني. اوكي تمام. طيب كان من اهم برضو الحاجات اللي لازم كلنا نبقى متفقين عليها، مش الكلاود بس او مشكلتنا في الكلاود، لازم نبقى متفقين على حجم البيانات وحجم الداتا اللي احنا بنتكلم فيها بشكل او باخر. فلازم يبقى عندي في ايا كان الكلاود بلاتفورم بالنسبه لي، لازم يبقى فيه عقود وبنود المشروع التعاقديه نفسها، مخططات الانشطه، حركه المعدات ومصاريفها، مقاولين الباطن، وبالذات لو بتكلم على جنرال كونتراكتور بشكل كبير وشكل واضح زي ما بنتكلم فيها. فكرة مراقبة العمالة المؤقتة والدائمة، سواء كسب كونتراكتنج ليفرز ولا لا، حركة الخامات والأصول والعهد والمعدات بالنسبة لي، حسابات المشروع وحجم الأعمال المنفذة ومستخلصات العميل، وأخيرا طبعا وأولا في نفس الوقت اللي بنعتز بيها جميعا، فكرة البيم موديل والأبديتس اللي بتحصل عليها
فيها بيزد على تو مين فاونديشنز زي ما احنا بنتكلم، اللي هو ما يسمى بالكمباني كود او الكوست كود، وده فيه منه انواع شهيره جدا وكاستمايز كمان زي سي اس اي 8 فورمات 16 فورمات 49 فورمات، بكل الاشكال اللي بتتكلم على الاوبريشن والورك بريك داون بشكل كبير قوي، ثم كمان اللي هي الفاينانشال كود عشان يبقى في تطابق دائما في بيانات المشاريع وبعضها. ده بالنسبه للداتا بلوكس. الاهم كمان وده في حد ذاته هو مين اللي المفروض يخش في المنظومه دي او في البلاتفورم بشكل او باخر، ايا كان برضو زي ما بنتكلم فيها ككلاود بلاتفورم فور كونستراكشن مانجمنت از جنرال سبيكينج، كل الافراد والاطياف اللي داخله معانا في هذا المشروع لازم تبقى فعلا انفولفد معايا، من مدير المشروع، مدير التنفيذي، المكتب الفني، مخازن حسابات، البام تيم طبعا، اداره السبلاي تشين والمعدات والمكاتب الفنيه، كل الناس دي لازم كل واحد فيهم مش بس بيبص المعلومه او مش بيقرا معلومه، لا ده هو بيحط المعلومه. وفكره الكلاود عموما برضو، فكره الكلاود بلاتفورم هي بتاخد المعلومه من البيدنج تزودها على البلاننج، فبقت معلومه من البيدنج على معلومه من البلاننج، اداني الريسورس هيستوجرام، الريسورس هيستوجرام وديت لمعلومه في السبلاي تشين از ليد لونج ليد تايمز وخلافه، فرجعت بالراجع بقت عندي المعلومات بتتراكم زي ما بيقولوا وبتتضاعف، لان بالفعل فكره الداتا دريفن انفورميشن او ليكج اوف داتا دريفن اللي احنا كنا بنتكلم عليها هي كانت المشاكل الرئيسيه في الطرق الكونستراكشن مانجمنت العاديه خالص. فكره ان انا اصبح عندي واحد زائد واحد مش بتساوي اتنين، بفكر الانتجريشن عموما وفكر الكلاود اللي بيسهل لي موضوع الانتجريشن ده، وبالفعل فوقيهم فكره البم اللي هي بتسهل وتسهل وتديني مور اند مور انفورميشن في الموضوع، اصبح الموضوع فعلا المعلومه بتصل الى واحد اس ان، حيث ان الموضوع فعلا بيتضاعف بشكل كبير قوي، مش واحد طبعا، هي 10 اس ام، عشان واحد اس ام لا تعني بالنسبه لنا شيء فيها. فاصبح كل الافراد اللي معايا في المشروع لابد ان هم يتدخلوا سواء بداتا هم بيحطوها او بداتا هم بيعرفوها من الموضوع وبيبتدوا يشتغلوا عليها. بيزيكلي برضو لما بنتكلم على الانتجريشن بنتكلم على الكونستراكشن مانجمنت، generally speaking it must have 5M 5A what's what we call five foundations. 5M main material machine money minute دي what I need to manage عموما، لازم أمانج الرجالة بتاعتي، لازم أمانج الخامات بتاعتي، لازم أمانج الماشين والمعدات بتاعتي، لازم أمانج الفلوس بتاعتي بتتصرف ازاي، لازم أمانج حتى الوقت بتاعي بيتصرف ازاي. دي ال 5M بالنسبه لنا، وال 5A's اللي فيهم ايه الاكشنز اللي احنا المفروض اعملها على كل واحد من ال 5M دول. فلازم ابلان، لازم امونيتور، لازم اكونترول، لازم اوبتمايز، لازم افوركاست ايتش ايتم اوف ذا 5M. فلو عندي خامات لازم ابلانها استخدامي على مستوى المشروع كله، لازم امونيتور هذا الاستخدام او هذا البلان او هذا البادجت اللي انا حطيتها. وبلان مش بحط بادجت از اماونت ابدا، لازم احطها بتوزيع، توزيع اوفر تايم، توزيع تكون منطقيه منطبقه مع بنود الاعمال بتاعتي او البي او كيو ايتم، ومتوزعه بشكل قوي وبشكل جيد مع كمان البلان اكتيفيتيز بتاعتي اوريدي ابديتد بالنسبه لي. ما يبقاش انا بتكلم في بيز لاين في الهيد اوفيس وعمال احط بلانز قويه وعظيمه ما شاء الله، وفي الاخر السايت شغال على بيز لاين قديم، او لا ده الاستشاري شغال معايا بتاع الاونر شغال معايا على نوت ابديتد فيرجن من البيانات بتاعتي، فبالتالي كل الكلام ده اتسفيك. عشان بس نتفق عليها، لازم بشكل او باخر كلنا بلا استثناء من ال 12 ستيك هولدر بتوعنا اللي اتكلمنا فيهم في بدايه الموضوع از كونستراكشن مانجمنت، لازم كلنا بنتكلم على بيزك فاونديشن واحده، بيزك انفورميشن واحده. ما ينفعش ابعت اللوح مثلا بتاعت الشوب درون بتاعت الحفر، فعقبال ما تجي لي وعقبال ما ريفيوها وعقبال ما الكلام ده كله يكون هو بعت لي الفيرجن اللي بعدها. الفيرجن اللي بعدها طبعا ده المانيوال بيز، لكن بنتكلم بقى في فكره الكلاود عموما، لا خلاص هو الراجل عمل سبميت ابديت ابروفد، هي وصلت عندك من قبل ما انت تفكر اصلا، ومحتاج مش محتاج بقى تبص خلافه. اصبح حتى من فكره البم
بشكل كبير قوي. اصبح ان البلاتفورم دي نفسها ومن ضمنها زي بيلدرز از كلاود بلاتفورم هي اللي بتطلع لك الاختلافات، وهي بتقول لك اه بص الفيرجن 56 عن فيرجن 57 الموضوع اختلف ما بين هنا وهنا، فبالتالي بقت بتوفر عليك وقت كتير قوي، وان انت ازاي تقدر تكنترول وتمانج الكلام ده كله. ثم طبعا اللي هو فكره الكنترول بقى لل5 ام بتاعتنا والاوبتمايزيشن اوف يوسج اللي انا بستهلك بيهم، لان انت خلاص بقى عندك انستنت مونيتورنج وانستنت كنترول. زي ما قلت لحضراتكم دي كيس حقيقيه حصلت معايا في كثير من المشاريع لفتره من الفترات ما قبل فكره الكلاود بلاتفورمز عموما وفكره زي بيلدر تحديدا، ان الداتا بتاعت شهر 11 بتجي لي بعد نص واحد، فعقبال ما انا براجع المعلومه بتبقى خلاص اللي باظ باظ واللي خرب خرب زي ما بيقولوا. اقصى حاجه وصلنا لها في بعض الشركات الداتا بقدر اعمل لها كولكشن واشوف الداشبورد بتاعتها واشوف مشاكلها بعدها بشهر، وده كان اعظم انجاز احنا حققناه بعيدا عن ده. نتيجه زي ما كنا بنتكلم الفوضى الخلاقه في حجم المعلومات المتبادله ما بين الادارات وبعضها، ولا اصل انا بطلع المستخلصات يوم كذا، لا ده انا المحاسب بيقفل معايا يوم كذا. كل هذه المواضيع اصبحت من الماضي السحيق، لان كل البيانات لازم بقت بتخش لحظيا، كل البيانات لازم بي ساتسفايد في الانستنت بتاعتها بالظبط سواء كبروجريس او خلاف. ثم اخيرا دخلت الاي اي تحديدا، عشان بس نبقى متفقين في فكره الفوركاست، ان هو بناء على معدلات ادائي انا في المشروع ده تحديدا في الايتمز دي او بناء على الاكتيفيتيز دي والديوريشن بتاعتها. هنا بقى بندخل الباشمهندس زميلنا واتسون اوف اي بي ام، ان هو تم تدريبه على تحليل هذه البيانات بدون معرفه الاستراكشر بتاعها زي ما بيقولوا، وبالتالي بشكل او باخر اصبح هو بيقدر الكلام ده كله ويقدر يجي لي عند كل انستنت تايم يقول لي اه والله انت مثلا المشروع بدا من 3 شهور ومده المشروع سنه، فيقدر يفوركاست ويبلان معايا على حجم ال 5 ام اللي موجوده معايا بالبي او كيو بالداتا اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها، ويقول لي اه والله يبقى انت المفروض تخلص المشروع متاخر شهرين بتكلفه زياده سي 25% بالارقام متقسمه على بند بند وريسورس ريسورس بيزد على ايه؟ بيزد على الهيستوريكال داتا بتاعتي انا في المشروع ده، وانا كاكسكيوشن او بروجكت مانجر اخر شهر واخر 3 شهور والافريج من اول المشروع لغايه وقتنا الحالي. فاصبح حجم الداتا اللي حضراتكم بتشوفوها هو حجم عنيف جدا وحجم قوي جدا جدا، ومع هذا طبعا واتسون ما شاء الله از فيري لارج AI engine، فبيعمل المعلومات وبيحلل المعلومات دي كلها فيما لا يقل عن 45 ثانية، بيرجع لي بالريزلت بتاعتي كلها على مستوى البنود. برضو نفس الحكاية، الميزة الأهم بالنسبة لي في أي كلاود بلاتفورم بنتكلم عليه، إن لازم يبقى موجود معايا في كل مراحل المشروع، بداية من التندرينج، البري كونستراكشن، الكونستراكشن، الانيشيشن، البلاننج، الاكسكيوشن، الكنترولنج، لغايه ما بوصل للهاند اوفر للاونر. ولو مشروع انا اللي ببقى متوليه كبروبرتي ديفلوبر، فبيخش معايا كمان في فكره الفاسيلتي مانجمنت والاوبريشن مانجمنت التاليه، لان كل المعلومات دي تمت عليه. ده كله، هل ده الكلام ده زي ما احنا بنقول هل ده المطبق ولا دي توقعات؟ لا، الكلام ده مطبق بالفعل في ال 28 مشروع اللي احنا بنتكلم عليهم دول الاكتف بروجكت. طبعا الحمد لله سلمنا حوالي 36 مشروع في خلال السنوات الماضيه، ده كلها الحمد لله زي ما كنت بقول لحضراتكم كلها مشاريع من الميجا بروجكتس بالنسبه لنا. بنقدر من اول مرحله التندرنج خالص لغايه ما بنعمل هاند اوفر بكل الايتمز اللي احنا بنتكلم فيها. طيب نبتدي بقى بعد ما اتكلمنا على الكلاود والكونستراكشن مانجمنت وفكره ربط الكلاود مع الكونستراكشن مانجمنت تحديدا زي ما كنا بنتكلم فيها في مصر والوطن العربي والشرق الاوسط، وهو الاوبيك زي ما بنسميه ريلاتيف للكونستراكشن مانجمنت حول العالم. وزي ما قلت لكم دي يعني كنا بنحاول نواجه او نحل مشاكلنا اللي احنا كنا بنواجهها فيها.
فهنبتدي سيشن سريعا او بناء على فكرة الانترو اللي اتكلمنا فيه. طب كونستراكشن مانجمنت هيفرق معايا فعلا ان انا استخدم الكلاود واستخدم الاي بي دي واستخدم البيم بشكل او باخر ولا لا، وده اللي ان شاء الله هنقدر نكفره سريعا مع بعضينا. السلام عليكم دكتور، تقريبا في مشكلة في الصوت، تقريبا في انقطاع إن شاء الله، والدكتور يسمع تاني. السلام عليكم. شوي كده. عليكم اتفضل. السلام، ازيك يا باشمهندس؟ انا واضح حضرتك ان يعني الانترنت مصر معانا النهارده مش عارف ليه. لعله خير، مفيش مشكلة دكتور يا رب. ان طيب شاء الله. اخر حاجه كنا بنتكلم فيها، هل في تساؤل في الجزء السابق قبل ما نخش في التفصيله الاخيره في السيشن بتاعت النهارده بتاعت الكونستراكشن بلاننج ولا لا؟ اوكي، يبدو الحمد لله الحمد لله ان الناس يا اما نايمت خلاص مننا يا اما فهمت، وده اللي اشك فيه. تمام، نقدر نفولو اب. تمام الحمد لله. اوكي طيب، كل اللي فات احنا كنا زي ما احنا كنا بنتكلم كده بنحاول نابلاي فكره الكلاود، نابلاي فكره الاي بي دي، نابلاي فكره هل هي تنفع اصلا معانا فور كونستراكشن مانجمنت عموما ولا لا، وده في حد ذاته اللي فيها. هنبتدي نمسك اول جزء في الكونستراكشن مانجمنت تحديدا اللي هو فكره البلاننج سيستم، وازاي نقدر نايدنتيفاي ونطبقه بالنسبه لنا ككونستراكشن، وازاي نفهم الديفينيشن بتاعته فيها زي ما بيقولوا، ازاي نقدر نبتدي فعلا نشتغل عليه. طيب قبل ما نبتدي في فكره البلاننج عموما لازم نبقى فاهمين هو ايه اللي بيجي لي وايه اللي بيطلع من عندي. فانا كبلانر اوف كونستراكشن لازم بشكل كبير قوي لازم تبقى معايا الكونتراكت انفورميشن والدروينج والسبيسيفيكيشنز والافاليبل ريسورسز والبيل اوف كوانتيتيز والسايت ريبورتس والاورجانيزيشن داتا والكونستراكشن ميثود، كل ده لازم يجي لي عشان اقدر ابتدي اطلع الاكتيفيتيز والريليشنز والميثود ستيتمنت، هنبني الموضوع ده ازاي والريسبونسابيلتيز اللي فيها والنتورك دايجرام والاكتيفيتي ديوريشن بتاعتها والكوستات اللي احنا بنتكلم فيها. طبيعي عشان اقدر احط البلان، بلان اوف 5 ام زي ما بنتكلم فيها، بلان اوف تايم، بلان اوف من، بلان اوف ماشين اند ماتيريال فيها، فانا محتاج كل الريليشن دي. كانت المشكله العظمى لكل الناس اللي عدت بس كده على اداره التخطيط والمتابعه ان الناس دي كانت بتتعذب. ليه بقى؟ هو مش هم دول طبعا اللي بيتعذبوا، بس هو كل الناس يعني الاصدقاء والزملاء والاخوه بالنسبة لنا في موضوع السيفل انجينيرينج والكونستراكشن مانجمنت تحديدا بنتعذب يعني
ما شاء الله. ليه؟ لأن حجم الداتا دي كلها اللي حضراتكم شايفينها دي المينيمم اللي فيها، حجم التغييرات اللي بتحصل فيها، حجم الافتكاسات والأفكار اللي بتيجي فيها، عشان في الآخر أطلع حيا الله برنامج زمني بس يا دوبك هيقول أنا محتاج أصرف كام وأجيب إيه وأدفع وأطلع الأي آرات بتاعتي إمتى، ومحتاج أطلب بالذات في الحاجات اللونج ليد أيتم في البروجكتس محتاج أطلبها قبلها بشهرين ثلاثة، فأوبا البلان اتغيرت، أنت ما قلتليش، لا ده ما حصلش. في طبعا حجم من المهازل والخارقة للعادة كان بتحصل نتيجة الانفورميشن الان اللي انا منتظرها، واللي انا للأسف بتبقى اشياء كتير قوي مش موجودة ومتاحة عندي بس بتجيلي. وخلاف هذا الابديتس طبعا از دروينج زعيمة الموضوع، البيل اوف كوانتيتيز الافاليبل ريسورسز اللي فيها والكونستراكشن ميثودز المسموح بيها كمان في شغلي، كل ده انا ببني عليه شغلي، اللي هو بقعد لفتره من الفترات اهد وابنيه اهد وابنيه اهد وابنيه ما لا يقل مثلا عن 47 فيرجن، ده رقم حقيقي بس عشان نبقى متفقين، في احدى المشاريع مش هقول الكبيره، احدى نقدر نقول المتوسطه واقل من المتوسطه اتغير البلان اوف اكتيفيتيز 47 مره في خلال المشروع. مش بروجرس والعياذ بالله، ومش تأخيرات برضو عشان نبقى متفقين عليها بدون كلام، لكن عشان كل حاجة كانت بتتغير بالنسبة لي في الموضوع. ما شاء الله واضح ان الناس كلها جيت لهم، يعني كلنا يعني جينا على الوجيعة. الموضوع مش محتاج كره، هو الموضوع محتاج تستيف دماغ شوية، محتاج work smarter زي ما كنت بقول لحضراتكم، don't work harder عشان الواحد ما يتعبش نفسيا قبل ما يقدر يتعب فيها. طبعا أهم حاجة عشان نقدر نقول فعلا الـ outcome اللي طالع من عندي اللي هو good plan يبقى based على إيه، لازم يبقى clearly defined بالنسبة لي و practical objective، حاطط الـ objective بتاعت الحاجة بتاعتي بوضوح اللي فيها، لازم تكون سامبل، لازم تكون فلكسبل بقدر اغيرها في اي وقت زي ما قلت، النتيجة انها ممكن تتغير فعلا في اوقات كتير قوي، لازم تكون ايزي تو كنترول، ابروبر ستاندرد للشغل، ما يبقاش كل توبيك بتتكلم بفكر مختلف، لازم اشوف دائما واراقب الاكزيستنج ريسورسز عموما سواء الماشين او المنز او الماتيريال او خلافه. الميجر ستيب الطبيعيه عشان ابتدي احط بلان لاي مشروع موجود عندي، فلازم ابتدي احط البروجكت اكتيفيتيز وات هعمل ايه، استابليشنج اللوجيك بتاعتها والريليشن اللي ما بينها وما بين بعضها اللي هو احنا بنسميها، اقدر ابريزنت الموضوع كتيبل ونتورك وتشارتس، استيميت الاكتيفيتيز بتاعتي ديوريشن وكوست اللي هو اقدر اعملها وين اقدر انفذها. ما شاء الله احنا بقينا بنتراهن اكتر عدد مرات غيرنا فيها البيزد، ففي ناس بعتها ان هو 6 مرات بس، لا 6 مرات ده الطبيعي يا باشمهندس، احنا لازم نعدي، لازم يبقى الموضوع بالنسبه لنا مختلف طبعا عن كده. تمام. طبيعي بعد ما بحط الاكتيفيتيز لازم سوري اول ما بيجي لي البلان وابتدي اظبطها لازم ابتدي اشتغل الاول على الورك بريك داون ستراكشر، وهو فكرته كلها ان انا ازاي اقدر اعمل هيراركي ستراكشر، اشتغل الموضوع ازاي سيفل كفيزيكال ستابس وورك اليمنتس زي ما احنا بنسميها او بنسميها ورك باكجز في الموضوع، هشتغل سيفل وبعد كده بلمبنج وبعد كده الكتريكال، طب السيفل هشتغله فاونديشنز وبعد كده وولز وروفز وخلافه، ملوش علاقه اكتر زي ما بيقولوا بالترتيب البناء بس بنسميها باكجز اوف فانكشن زي ما بنسميها، وبعد كده بنبتدي نخش ليه انا بجهزها عشان ابتدي اشوف الموضوع من سكوب اعلى وابتدي اقسمه وكنترول عليه، ابتدي اخش فكره البروجكت اكتيفيتيز بالنسبه لي، والبروجكت اكتيفيتيز دي اللي احنا فعلا بنبتدي نخش بقى على الليفل الاقل فيها عشان ابتدي اشوفها زي ما بيقولوا، وابتدي اشتغل على الليفل اوف ديتيلز، كل مشروع على حسب الليفل اوف ديتيل بتاعه وكل التفاصيل اللي احنا فعلا
تايبس طبعا لازم ابقى عارف في دماغي هو ايه الاكتيفيتي دي، لازم يبقى فيه هل هي برودكشن اكتيفيتيز زي اللي هي تتاخد من الشوب دروينج على طول وبديها للسبلاير او الفابريكيشن بتاعي فيها مرة تانية، سواء او المانجمنت الاكشنز اللي هو فيها ابروفلز او سايت استابليشمنت او خلافه، او فيها بروكيورمنت وهي دي المور اند مور كريتيكال دائما اللي احنا بنتكلم فيها نتيجة اللونج ليد تايم والاكويبمنت ديليفري والماتيريالز تايم بتاعتها. الريليشن شيب طبعا ما شاء الله احنا اعتقد كلنا خبراء فيها، هم المينلي فور اكتيفيتيز ريليشن شيب بالذات وانا بحط البلان. يعني انا كده حطيت ال WBS، من ال WBS جهزت الاكتيفيتيز بتاعتي، فهمت الاكتيفيتيز دي هو ايه التايبس بتاعتها اللي فيها، لازم ابتدي احط زي ما كنا بنتكلم في الستيج الثانيه بالنسبه لنا، ابتدي ابيلد اب ريليشن شيب ما بين كل اكتيفيتي والتانيه. الريليشن شيب دي هي اللي بتحدد لي مين بيشتغل عليه as a sequence of logically sequence، مش لازم حتى time of duration ولا حاجه. فعندي الاربعه الرئيسيين finish to start، finish to finish، start to start، start to finish. والشهيره بالنسبه لنا لو انا جاي ببني في مبنى فلازم ما اقدرش ابني العواميد غير لما اكون خلصت القواعد، ما ينفعش اصب السقف غير لما اكون خلصت العواميد، ما ينفعش اطلع بالعواميد بتاعت الدور الثاني غير لما اكون صبيت السقف بتاع الدور الاولاني. دي كلها فينش تو ستارت، في حاجات ممكن نقدر نمشيها فينش تو فينش، لازم دي تخلص مع دي ايا كانت الديوريشنز بتاعتها، زي مثلا بعض اعمال التشطيبات او مع الام اي بي فكره ستارت تو ستارت زي ما كنا بنتكلم فيها في ايشوز كتير قوي. اقدر اشتغل على لازم ان التو تاسكس دول يبتدوا مع بعض، مش مهم يخلصوا مع بعض ولا لا، بيزد على الفانكشن بتاعتنا. اللي فات سريعا ده ببساطه شديده جدا هو ملخص، هو يعني ايه بلاننج، يعني ايه كونستراكشن بلاننج تحديدا، ويعني ايه دبليو بي اس، ويعني ايه اقدر اتكلم في الاكتيفيتيز والاكتيفيتيز ريليشن شيب ما بينها عشان اقدر اطلعها. وشوفنا حجم الداتا اللي احنا بنتكلم فيها واللي هي انبوت واللي هي اوتبوت بالنسبه لي. من هنا هبتدي اشوف طب هو هيفرق معايا فكره الكلاود بشكل كبير مع الكونستراكشن بلاننج ولا لا. ايا كان الكونستراكشن بروجكت مانجمنت او بلاننج مانجمنت تول لازم يبقى فيها بشكل او باخر سي بي ام او جانت تشارت، تيم سكادولينج، بيدنج لينكينج عشان اجيب منها موضوع ريسورس الوكيشن، بيم لينكينج عشان اطلع منها ال 4 دي وال 5 دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اكسكيوشن مانجمنت اقدر اتابع من السايت اوتوماتيك مش محتاج يبعت لي داتا شيت او اكسل وانا ارجع ادخلها مره ثانيه، كومباريزون لحظي ووقتي ما بين البلاند والفيرسس اكشوال اللي بيتم تنفيذه على الارض الواقع، بالتالي عشان ابتدي اقدر اشوف الدنيا نفسها تبقى شغاله معايا ازاي. وده اللي احنا هنشوفه. اول حاجه لازم طبيعه الحال، ودي اعتقد مشكله كلنا بنواجهها دائما، غالبيه 99.9 بنشتغل على اوراكل بريفيرا، وهو سوفت وير يعني قوي جدا وقادر جدا على حاجات كتير، وان كان عندنا ايشوز بالنسبه لنا فيها اللي هي فكره ان هو ديسكتوب، فبالتالي عشان انا في الهيد اوفيس عايز ابعتها للبروجكت مانجر اللي موجود في السايت فلازم ابعتها له بشكل او باخر، يا اما بي دي اف وهو يبص عليها، يا اما ببعتها له اكس اي ار او اكس ام ال فهو يبتدي يفتحها الناحيه الثانيه، لا دي ما نفعتش، لا ده ما حصلش ابديت، ونقعد نبعت لبعضينا الداتا رايح جاي كده مع كل بروجكت. لا الموضوع ده خلص خلاص في خلال العقد الماضي زي ما بيقولوا، بقى اصبح الموضوع بقى عندي ما يسمى بالكلاود سي بي ام انجن، فيها بقدر ابيلد اب او امبورت على طول وبيلد اب واديت وفيو وابروف وريفيو كل الاكتيفيتيز والاونلاين اديتور بتاعي والبيز لاين مانجمنت لو انا اتغير عندي سواء 6 مرات زي ما كنا بنتكلم اون ماي تابلت او موبايل او اللابتوب بتاعي، جاست من غير ما بنزل اي سوفت وير مخصوص عليه بقدر اخش عليه من اي مكان. مدير المشروع عمل لي ابديت للبروجرس بشكل او اخر، انا حبيت ابعت له ابديت للبيز لاين، جاست ان انا عملت ابلود خلاص هو شايف المنظر اللي حضراتكم شايفينه از سي بي ام انجن او كريتيكال بوست مانجمنت انجن كامل، ويقدر يبتدي هايلايت عليا كل البيانات بالنسبه لي. فمن هنا اصبحت الافاده الرئيسيه ليا ككونستراكشن بلانر
او كلاننج انجينير موجود في السايت، ان انا مش محتاج ابديت خلاص، هو الناس كلها ابديتد. محتاج اللي محتاج معلومتي اللي موجودة عندي كبلاننج يقدر ببساطة شديدة جدا يخش على المشروع، يخش على الاونلاين فيور بتاعي ويقدر يشوف كل الابديتس، بل بالعكس يقدر يقارن كمان لو عندي كذا بيز لاين او عندي كذا بروجرس، فيقدر يشوف الفيرجن ابديتس او الهيستوري ابديت اللي موجود عندي بشكل كبير. نبدأ بقى في تركيبات. أول حاجة زي ما كنا بنتكلم فيها، لو أنا محتاج عايز أبتدي أحط الريسورسينج بالبي أو كيو آيتم اللي موجودة، فكان أكون صريح مع حضراتكم بتشل عشان أدخل البي أو كيو آيتم بتفاصيلها بالكميات بتاعتها بالريسورسز اللي موجودة تحتها بالبرايسنج اللي موجود فيها عشان أدخلها وأقنعها على أيا كان البرنامج اللي بشتغل بيه عشان أبتدي أعمله ديسكتوب على ديسكتوب أبليكيشن، عشان بس عايز افك زي ما بيقولوا البي او كيو ايتم على الاكتيفيتيز الموجوده عندي. اصبح الموضوع اوفر كلاود، ما فيش اي حاجه اكتر من دراج اند دروب زي ما بيقولوا. اسحب البند زي ما حضراتكم شايفين هنا، اسحب ده بند عمل او بي او كيو ايتم اسمه لين كونكريت 150 كيلوغرام على المتر المكعب فورم ورك انكلودد. انا المشروع بالنسبه لي الكميه المتعاقد عليها فيها هي كميتها اكس، ده اللي هي الكونتراكت بتاعتي 632. انا عايز انفذ في النشاط الفلاني او في الاكتيفيتي الفلانيه كميه 32 متر مكعب، اليوزد فيما سبق 56. هو لوحده بدا يوزع كل الريسورسز اللي موجوده تحتيها بالكوستات بتاعتها بالبرودكشن ريت بتاعتها على الانشطه والاكتيفيتيز بتاعتها بالازمنه بتاعتها، فاصبح اوتوماتيك عندي المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، ان انا بقيت بقدر امسك ريسورس ريسورس من غير ما اعمل سطر اكتر من اللي حضراتكم شفتوها سابقا، ان انا عملت دراج اند دروب بي او كيو ايتم اوفر اكتيفيتيز اوفر كلاود اوفر ابديتد داتا على طول. اصبح بالنسبه لي بيطلع لي الريسورس هيستوجرام زي ما بنتكلم فيها اون ديلي بيز، الستير ريبورز التايرز السبيسرز السمول تولز الماشينري والبلاستيك ماتيريالز الفلورينج والور ماتيريال، كل الداتا بتاعتي احتياجاتي كريسورس هيستوجرام اصبحت بتطلع جاست لايك ذس زي ما بيقولوا. انا ما دخلتش اي بيانات ايا كان، اداره البيدنج اداره التكنيكال اوفيس بالنسبه لي غيرت البنود غيرت التسعير غيرت معدلات الانتاج، انا ولا بعرف حاجه، هو لوحده السيستم بيريجنريت كل الارقام دي كلها ويبتدي يظبط معايا الريسورس هيستوجرام بدون التدخل فيها. اقدر كمان ابتدي اتفرج على الاس كيرف بالنسبه لي ككاش فلو في الموضوع، فبالتالي بقيت بقى اقدر اشوف الكيرف بتاعي وزياده المعدلات في اي فتره اكتر من الفترات اللي بتاعتها، بل بالعكس بقيت بقدر اطلع ما يسمى بالنيدز بلان للمشروع اوفر مانثلي بيز للخامات بتاعتي اللي موجوده وتاريخ البدء فيها، انا محتاج الكميات دي في وقت كذا وخلافه. اصبح الموضوع بالنسبه لنا فيها معدل سريع جدا اقدر اطلع كل الداتا. طبعا فكره بقى الاسعار والمعدلات زي باشمهندس احمد سمير مثلا ان هو بيسال الاسعار بتاعه كل بند، نرجع للشاشه هنا، كل بند من بنود البي او كيو ايتم هو اوريدي الناس بتوع البدن او الاداره الفنيه بالنسبه لي لازم بتدخله كبند وريسورس موجود تحتها بمعدل الانتاج بتاعها بالبرايس تمبلت زي ما احنا بنسميها، ان مثلا عندي حديد تسليح مستخدم في اكتر من 500 بند من البنود، انا مش محتاج ادخله تحت كل بند، انا بعمل له حاجه اسمها برايسنج تمبلت للمشروع ده للمنطقه دي للريجون دي او للزون دي، فبقدر اقول اه والله اذا سعر طن الحديد في هذه المنطقه بقى 11000، ال 11000 دي لو انا غيرت واستخدمتها في ال 500 بند كلهم وحبيت اخش على البرايسنج تمبلت وخلي سعر الحديد مش 11000 لا ده سعر الحديد وصل ما شاء الله ل 15 16000 اوريدي، هو سمع في كل البنود بتاعه البي او كيو ايتم وكمان سمع معايا اوتوماتيك في البلاننج ريليشن اللي احنا بنتكلم عليها سواء كريسورس هيستوجرام او كاس كيرف بدون ضغطه زر مني انا كبلانر او من الابديتس. ليه؟
زي ما انا كنت بتكلم مع حضراتكم، فكره الكلاود والشيرنج الانفورميشن ثرو ما يسمى بالاي بي دي او الانتجريتد بروجكت ديليفري، بقيت المعلومات متراكبه على بعضها، فبالتالي انا مش محتاج اعيد حساباتي. بقى في مهندس زميل قاعد جوه زي بيلدر، وظيفته كلها اول ما بتيجي المعلومه بيبتدي يقضيتها لكل الناس المربوط معاهم هذه المعلومه، والمسموح ليهم طبعا يشوفوا هذه المعلومه بشكل او باخر. زي ما كنا بنتكلم فيها هنا، دي الكميات المطلوبه ودي اللي بتتبعت على طول لاداره الاحتياجات مسبقا، وان انا كراجل بشتغل فعلا بموضوع البم وعندي المشروع بتاعي، فيا اما بضطر ان انا بيبقى عندي الريفت بشكل كبير، او بس طبعا نتيجه التقل بتاعه لازم يبقى ليه هاردوير مخصوص وخلافه. فاحنا ريحنا نفسنا وعملنا ما يسمى بالبم الاونلاين بم فيور، اللي هو زي ما حضرتك شغال بم ريفت تكلا بنتلي، بتسحب كل المعلومات بتاعتك اللي موجوده عليه وبترفعها اونلاين على السيرفر على البروجكت بالديفينيشن بتاعك، فبالتالي بقدر ثرو اونلاين نافيجيشن وسيرش الكاتيجوريز والفاميليز اللي موجوده عندي، اعمل لها اكسبلورنج او سيرش عليها عادي جدا، او نافيجيت وروتيت وهايلايت وريفيو واعمل الكليبنج بوكس اللي محتاجها واشو هايد كل الديفينيشنز دي، كل ده على الموبايل بتاعي او على التابلت بتاعي او على فيري اليمنتري بي سي زي ما احنا بنتكلم فيها، باختلاف طبعا الاهم بالنسبه لي، وده المشاكل الضخمه اللي احنا كنا بنواجهها نتيجه اللينكج اللي بيحصل على الديسبلين الكتير بالنسبه لنا. ففكره ان انا يبقى عندي كونكريت ستراكشر واشتراكت موديل وستيل ستراكشر، كل ديسبلين شغال لوحده وهو في الاخر في كلاود سيرفر بشكل قوي، اقدر فعلا افيجواليز واتفرج ونافيجيت واكسبلور الفول موديل بدون احتياج لهاردوير على جهازي انا يكون قوي قوي، لان خلاص احنا نقلنا كل الكالكوليشن والفيجواليزيشن افكت دي نقلناها على الكلاود سيرفر اللي هو بالتاكيد كداتا سنتر بشكل كبير قوي وضخم. اولها بما ان انا بقيت بلاننج انجينير قوي وعندي داتا كلاود بشكل ممتاز وبتاع والكلام ده كله، فاول حاجه لازم اربط ما بين البم والبلاننج فيها. دي بتقدر تديني حاجات كتير او من ضمنها الكونستراكشن سيكونس واشوف الدنيا فعلا فيجوال ازاي. ولو بنتكلم على ده مشروع مثلا، شايفين هنا دي التواريخ الموجوده في الاكتيفيتي بلان الحقيقيه لاداره الاحتياجات، سوري لاداره التخطيط، هي حطها لي فعلا. وفي نفس الوقت الموديل ده الناس بتوع التكنيكال اوفيس او الناس بتوع الشوب دروينج او الناس بتوع البيم موديل او البيم تيم هو اللي بيدخلها لي اوريدي ابديتد اوفرول على طول معايا. انا عشان اجنريت ده حاجه اوتوماتيك بتجنريت بيزد على الاكتيفيتيز اللي اوريدي ابديتد ليتست، وبيزد على البيم موديل اللي اوريدي الناس بتوع البيم تيم بيقدروا يرفعوها اوتوماتيك، لان موضوع الكوميونيكيشن او الكونكشن او الانتجريشن دي تمت مره واحده والسيستم نفسه قدر يفهم الريليشن اللي ما بينها وبين بعضها لغايه ما قدرت اطلع بالبلان لغايه اخر فتره المشروع. لا تتخيلوا عشان برضو نبقى متفقين للناس اللي اكيد في حضراتكم اشتغلوا كفور دي او كونستراكشن سيكونس، حجم المشاكل اللي احنا اكتشفناها في مشاريع جوه مصر بره مصر في الخليج في افريقيا في امريكا نفسها هي ويوروب، بيزد ان انا اخيرا قدرت اشوف المبنى بتاعي او البلدنج بتاعي بشكل كبير قوي وهو بيتبني قبل ما يتبني، فبكتشف مشاكل. لا ده المفروض الشيلر كان يتحط قبل ما صب السقف، لا ده بدأنا نخش، لا ده في مشكلة ان انا السبيسنج عندي في البيزمنت، لا في مشكلة ان انا عارف مش عارف اعمل التوصيلات بتاعتي خلال السنتين اللي فاتت دي، بيزد ان انا شفت الكونستراكشن بين قوسين الابديتد كونستراكشن سيكونس اللي احنا بنتكلم عليه. لا تتخيلوا ان ده فرقت بالنسبه لنا فعلا قد ايه، الموضوع بيبقى فعلا فارق بالنسبه لي بشكل كبير قوي. طبعا فكره الكوردينيشن للناس اللي هي بتسال عليها، ودي بالفعل موجوده بالنسبه لنا زي ما بيقولوا فيها، اللي هي فكره ان انا جوه
هنا بقدر اديتكت الكلاش ديتكشن اللي حاصل ما بين الفيرجن او الاليمنتس وبعضها، ودي اللي احنا بالفعل اكيد احنا كلنا كنا بنبقى محتاجين فيه. طيب، فاذا اصبح بالنسبه لي من فريقين كانوا بيبقوا شغالين بعاد عن بعض، اللي هو الكونستراكشن بلاننج والفريق التاني بتاع البام تيم، وازاي بقيت اقدر اطلع من جاست من مره واحده قدرت بدات اتفرج على الكونستراكشن سيكونس بالنسبه لي واقدر ابتدي اشتغل عليه. ايا كانت الابديتس، خلاص انا مش ماليش دعوه بالابديتس، الراجل بتاع البلاننج غير الديوريشن، غير الاكتيفيتيز، غير الريليشن، انا ماليش دعوه، انا الكونستراكشن سيكونس بتاعي حصل له ابديت، الناس بتوع البام تيم نتيجه الشوب درونج والتعديلات اللي اتبعتت لي من الاستشاري، هو لوحده اوريدي بيقدر يكفر الكلام ده كله ويريكونكت الموضوع بالنسبه لي. استخدامات البلاننج برضو اوفر كلاود واوفر بام، عشان يبقى الاثنين بالنسبه لي مربوطين زي ما بيقولوا. فكره الفيلد اكسكيوشن وورك، احنا كلنا بشكل او باخر عدينا على موضوع ان احنا مهندسين تنفيذ، فاللي كان بيحصل اخر اليوم اخر الاسبوع ببقى ماشي طول النهار باللوحة ومعايا الماركر بالوان مختلفة، كل شوية اعلم والله الحتة دي خلصتها النهاردة، الحتة دي شغالين فيها، الحتة دي لسه هنشتغل فيها زي از لوك اهيد للاسبوع الجاي او للديوريشن او الانترفل زي ما احنا بنسميها الانترفلز اللي جاية، برجع ابعتها للمكتب الفني اللي معايا في الموقع يبتدي يحصر الكميات، ومن حصر الكميات ببتدي اشوف وانا نفذت ايه امتى ازاي. طبعا عقبال ما كل الاوبريشن اللي احنا بنتكلم عليها دي بتبقى ابديتد غالبا بيبقى فيها من اسبوع لاسبوعين. اصبح الموضوع انا بالنسبه لي باستخدام الكلاود واستخدام البم واستخدام البلاننج افكت اللي موجود عندي عشان اتابع حجم الفيلد ده بقى، وانا ماشي انا كراجل مهندس سايت عادي خالص، ماشي بالتليفون بتاعي، ماشي بالتابلت بتاعي، ايا كان، كل اللي بعمله ان انا بختار زي ما بيقولوا كده هذا الحائط، ان انا بقول نفذته في هذا التاريخ فيها، وبقول ان هو completed او uncompleted في الموضوع، وببتدي هو لوحده السيستم ككلاود بلاتفورم او كزي بيلدر بيقدر يروح حاصر الكميه، جهز لي على طول اون ديلي بيز، وانا ما عملتش اي حاجه غير بجاست وان كليك ان الموضوع بالفعل بدا اتحصلت كميته واترفعت البروجرس بتاعه وسمعت في البي او كيو ايتم، بل بالعكس كمان سمعت في الاكتيفيتي بلان بالنسبه لي كبروجرس. دي كانت دايما خناقه بتحصل ما بين الناس بتوع السايت والناس بتوع البلاننج، الناس بتوع السايت يقول له انا اعرف كميات ماليش دعوه بالنسب، هيجي يقول له لا طب ابعت لي الكميات وانا احولها بالنسب، ونرجع نتخانق مع بعضينا وكلنا اخوه في يعني في المرمطه اللي احنا بنشوفها صراحه في موضوع الكونستراكشن والسيفل انجينيرنج. بام اليمنت مع اكتيفيتي مع بي او كيو ايتم، الكلاود بلاتفورم ما يسمى بالزي بيلدر اصبح هو اللي بيقدر يجنريت، يقول والله انا كان عندي حجم كميه الاليمنت ده اللي هو الحيطه دي مثلا الفوليوم بتاعها قد كذا ريلاتيف للبي او كيو ايتم، فانا عملت برسنتج كذا، ويرجع يابديت الاكتيفيتي اللي كانت مربوطه بيها، يقول اذا انا نفذت نسبه قد كذا. ولو حصل نفس الحكايه اي تغيير في البيم موديل او تغيير في الكميات، هو لوحده بيري ابديت الموضوع. الكومباريزون اللي احنا كنا بنتكلم عليها في اي، لان انا دائما ولحظيا عايز اشوف اون 3 دي مش اون سايت كمان مش بالصور بس، عايز اشوف هو كان المفروض حتى تاريخه ابقى نفذت قد ايه واللي حصل نفذت قد ايه، فبنشوف فعلا الاثنين مختلفين هنا كموديل ده في السيل ستراكشر بتاع احدى المشاريع فعلا بتاعتنا، ان لا في حاجات ان بروجرس وفي حاجات كومبليتد وفي حاجات متعلم عليها بالاحمر، دي معناها ان هي اوريدي ديليد بالنسبه لي، ان هي كان المفروض تتنفذ وما اتنفذتش حتى تاريخه. فاصبح الموضوع انا فعلا بعد زي ما بيقولوا 18 سنه ثانويه عامه في الكونستراكشن بدأت أشوف أن المفروض كنت تبنيه، لا أنا مش المفروض دلوقتي، ده كان لسه بعد شوية، لا ده أصبح الموضوع بالفعل بشكل فيجولي واضح وصريح. بكده أعتقد أن إحنا نكون تناقشنا مع بعضينا بصوت عالي،
على فكرة الكونستراكشن مانجمنت بشكل عام، فكرة البلانينج اوف كونستراكشن واختلافاتها، فكرة الكلاود هو ايه وظيفته، فكرة تطبيق الكلاود في الكونستراكشن مانجمنت عموما وفكرته وتطبيقه. ودي اول سيشن بنتكلم فيها في الكونستراكشن بلانينج تحديدا، والافادة بتاعتنا نقدر نكنترول عليها ازاي. ده كده أرجو طبعا أن أكون عرفت أوصل معلومة ليكو. في نفس الوقت تساؤلا زي ما أنا كنت بقول لحضراتكم، الكلام ده مش يعني مش ضرب من دروب الخيال. الكلام ده بيتنفذ، وبيتنفذ في مشاريع في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بل بالعكس زي ما أنا قلت لحضراتكم الموضوع بقى في احتياج شديد جدا ليه، نتيجة مشاكل كلنا بنواجهها، نتيجة سواء ربنا يعفو عننا جميعا هائجة كورونا زي ما بيقولوا، والشغل ريموتلي والمواقع وخلافه. فأصبح بالنسبة لنا الاحتياج ده فعلا احتياج شديد جدا، فبدأنا نتجه ليه. بس يمكن الحمد لله احنا كنا بنفكر فيها مسبقا شوية، ان احنا بنحاول نريح نفسينا فيها شوية. لو في اي حد عنده تساؤل هبقى سعيد فيها، والإيميل بتاعي موجود قدام حضراتكم دلوقتي، وهبقى سعيد بالتواصل معاكم في أي وقت. ولسه إن شاء الله لو ما زهقتوش يعني من هذه السيشن، هيبقى فيه كام سيشن بنتكلم فيهم على توبكس مختلفة من التوبكس بتاعتنا في الكونستراكشن مانجمنت. ألف شكر حضرتك يا دكتور، الله يكرمك، جزاكم الله خير. كان في حد بيسأل لو في إمكانية إن هو نسخة تجريبية. أكيد طبعا في نسخ تجريبية، بس فيها إيشو صغيرة إن هي بتبقى نسخ تجريبية للشركات وليست نسخ للأفراد للأسف، لأن زي ما بنتكلم باشمهندس عمر طبعا زعيم معانا زي بلدر من سنين، الفكرة كلها طبعا إن هو في معلومات كتير قوي بيتخش، فبيبقى فرد واحد صعب إن هو يتعامل معاه لوحده. لكن في طبعا ديمو فيرجن للشركات متاح، ولو في حد مهتم أكيد هبقى سعيد بالتواصل معاه. تمام يا دكتور، هل في أي أسئلة؟ في باشمهندس أيمن بيقول يعني نتمنى المحاضرات الجاية يبقى فيها تطبيق على مشروع بسيط. تمام، أوكي، إن شاء الله. مفيش فيها مشكلة، سهلة. الله يكرمك يا دكتور. طيب في أي حد عنده أي أسئلة؟ دكتور محمد موجود معانا؟ لو اي حد عنده اسئله. تمام، جزاكم الله كل خير دكتور، شكرا حضرتك، يا الله يكرمك. ربنا يخليك. تمام، وخلوا في سؤال، بالكم هو can we تاني. create or get directory the schedule from linking storage data Revit model؟ لا مش فاهم. هو عايز الاسكادول من الداتا والريفت موديل. طب لو سمحت يعني لما يسأل بالعربي، لما يفتح المايك ويسأل على طول. بالظبط، لو باشمهندس سالم لو ينفع. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. أخوكم سالم من تونس. ها؟ أهلا أهلا بيك. هو الموضوع نربط المعلومات الداتا معناها الكوانتيتي اوف كولونز اوف بيمز الموجوده في الريفيت والمعلومات الموجوده في معناها الكاباسيتي of machine equipment and get the duration planning schedule directly. فهمت حضرتك، كاباسيتي عايز تربط الكاباسيتي مع الكوانتيتيز عشان تجيب الديوريشن اوف اكتيفيتيز، صح كده؟ yes especially the duration. اوكي طيب، طبعا الكميات كده كده بيحصل تيك اوف دايركت على طول فيها، وبتتربط مع البي او كيو ايتم وبتتربط مع الاكتيفيتيز. اختلاف بس فكره الديوريشن، هي الكاباسيتيز هتخش منين تفتكر؟ داتا في البلاتفورم.
شور مفيش فيها مشكلة، لأن إحنا كده كده بنفكس الموضوع بالنسبة لنا كأكتيفيتيز، بنفكسها هل هي فيكسد ديوريشن ولا فيكسد برودكشن ريتس، فبالتالي تقدر نحطها كثوابت في الأكتيفيتيز ونقدر نسحبها عادي، مفيش فيها مشكلة. directly power. شكرا بارك الله فيك. تمام الحمد لله. كان في جزاك الله خير. تسلم باشمهندس. كان في باشمهندس حسين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يا دكتور مفيش كلام يقدر يصف هذا اللقاء. ربنا يخليك. الحقيقة أنا الصوت عندي مش واضح قوي، لكن الحقيقة المحاضرة أكثر من رائعة. حضرتك سمعني؟ أنا سامعك يا باشمهندس حسين. دكتور سامعك، حضرتك سامعني؟ حضرتك سامعني. طيب انا الحقيقه يعني انا يعني ما فيش كلام ينفع ان اصف بيه هذا اللقاء وهذا الـ 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 العرض الاكثر من رائع. الحقيقه انا مش، وهذا ليس فيه اي نوع من المجامله، وسعيد جدا ان انا بسمعه، وان يعني الاستاذيه بتاعت حضرتك فوق ال اي حاجه يعني الحقيقه. يا لا ربنا يخليك، بشكرك جدا جدا على المحاضره. بس انا في الحقيقه موضوعين عايز اقول يعني اتكلم عليهم لاولادنا الشباب، وسؤالين صغيرين بقى لحضرتك. فالحاجه اللي عايز اقولها لاولادنا الشباب، طبعا بعد خبره طويله مش عايز اقول قد ايه عشان بس ضحش نفسي قدام حضرتك واكشف بقى العمر الطويل في الـ في في في, في الكونستراكشن. لكن الحقيقه حضرتك ماشي صح، والمفروض ان جميع الشباب اللي they are looking يعني for continuous improvement ما يفوتوش ولا كلمه في اللقاءات بتاعت حضرتك دي، لانها مهمه جدا. ده شرف ليا والله يا باشمهندس حسين. والله لا أجامل يا دكتور، والله لا أجامل، والله مش طبيعتي ان انا بجامل يعني، بس احنا لازم ايه يعني نقول الحق يعني في الموضوع. فالريكومنديشن بتاعي الاول لابنائنا اللي هم بشوف منهم دلوقتي نوع من الديبريشن يعني، او نوع من ان هم زعلانين انهم بيتعلموا حاجات كتير جدا وبعدين بيدخلوا في اماكن ما بيلاقوش تطبيق للكلام اللي هم بيقولوا عليه او تطبيق للمعلومات اللي هم بياخدوها. انا اللي عايز اطمنهم حاجه، يقول لهم كل واحد يظل ويصر على انه يعمل كونتينوس امبروفمنت لنفسه، سيلف كونتينوس امبروفمنت، وما يتاثرش باي حد يعني ايه يفوت في عضده او يثنيه عن السكه اللي هو ماشيها، بس يمشيها بشكل ايه مخطط وبشكل استراتيجي وعارف هو رايح فين وهيتخصص في ايه. دي لابنائنا الشباب، واي حد يعني بيدخل في اي مجال يعني، ما يعني زمان كنت ما كنتش ببقى مبسوط مثلا من حد يعني داخل رايح داخل عشان شهادات عشان، لكن اي حاجه يتعلمها تبقى كويسه قوي. واللي هيرجع لحضرتك ويرجع اقول لحضرتك حقيقه هستفيد كتير جدا 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 جدا، وانا شخصيا استفدت كتير النهارده. بس ليا كذا نقطه. تحت امرك. معايا يا دكتور؟ سامعك يا باشمهندس حسين. اول حاجه كنت اسال عليها ازاي انا الاي ار بي. اول حاجه يعني في حاجات في الستيك هولدرز حطيتك حطيتهم حاجات كثيره يعني. التطبيق الاي ار بي دلوقتي مع السيستمز ومع الكلاود ومع الكلام الرائع اللي احنا سمعناه، هل هو ستيل 11 تو 12 موديولز زي ما هو تراديشنالي كنا شغالين بيه من زمان من اكثر من 15 سنه، ولا الموضوع اختلف شويه والموديول دلوقتي اختلفت وبقت الدنيا يعني ايه، ومدى ارتباطه
بكل الستيك هولدرز اللي حضرتك اتكلمت عليهم والديبارتمنتس اللي حضرتك اتكلمت عليهم. دي نقطة. النقطة الثانية to which details we have to go in the supply chain application. يعني supply chain ده طبعا دي من الحاجات ال latest يعني inventions أو latest studies في ال في ال في project management مش project في كل حاجة يعني الحقيقة. فالsupply chain يعني هل إحنا هندخل في الدقائق بتاعته مع كل link أو كل parcel في supply chain ولا to which extent we have to go؟ الاثنين. دي النقطة الثانية. اثنين. النقطة الثالثة برضو اللي هي برضو دي مهمة جدا. ومش عارف يعني ليه ما 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 يعني ما أسرتش. أنا لسه طبعا أنا متأكد إنك هتتكلم عليها بعد كده. بعد إذن حضرتك أنا هتابع يعني أنا وراك يعني. ده شيء شرفتي والله يا باشمهندس حسين. ليه الكواليتي اشورنس از نوت تيكينج ذا كونسيدريشن من ضمن الستيك هولدرز اللي اتحطوا او من ضمن ال ده دي الكواليتي اشورنس دي احنا هنتكلم عليها لفتره طويله في البروجكت كنترول واستخدامات اللين فما تقلقش يعني دي في حد ذاتها احدى التوبكس الرئيسيه. لا هو مش قلق لان هو الملاحظه حاجه يا دكتور الملاحظه حاجه وحتى طبعا يعني استاذ كبير يعني ان ممكن كل هذا الكلام يكون موجود في مكان ولا ينجح. ليه؟ لان مفيش السيستم لو ربط الكلام ده كله ببعض. ده انا بكلم حضرتك عن تجربه لان انا برضو اشتغلت تمام. لا لا متفق مع حضرتك تماما. خبره بره في يعني في المنطقه العربيه كلها ما عدا الكويت والبحرين بس انا ما اشتغلتش فيهم انا بقيت دخلت فيهم وفي ميجا بروجكتس وكلام ده كده. وهنا برضو يعني اوكرون برضو زي ما بيقولوا فرنساويين في الـ في الـ في الـ مع مثلا ريتكون شويه مع يعني في السوق يعني ما بعدتش قوي. فممكن تمام. يكون في ناس كويسين قوي وناس شغالين بالبيم وشان. وانا شخصيا متحمس جدا يعني انا النهارده في اي مكان بقول يا اخوانا اللي مش هيشتغل بالبيم بقى يبقى ايه بقى عليه العوض لان ده اخر حاجه. حضرتك النهارده اضفت الحاجات الجميله كلها بتاعت كلاود بقى وبتاعت الارتفيشال انتليجنس وبتاع الانترنت اوف ثينكس والحاجات الرائعه دي اللي المفروض كلنا نعرفها يعني. ف انا اسف على اني طولت مع حضرتك بس انا للاسف معتاد ان انا ايه ابتز كل الاساتذه الكبار اللي بنسمعهم بنحاول ناخد منهم اكثر ما يمكن يعني. لا لا تحت امرك تحت امرك يا باشمهندس. لا استغفر الله دي حقيقه يا دكتور والله. فاقدر اسمع رد حضرتك يا ريت. حلو. بالنسبه للثلاث نقط اللي باشمهندس حسين كان بيسال عليهم هي فكره الاي ار بي. لا هو الموضوع اختلف ما بقاش اي ار بي. اي ار بي اكستند تو انتربرايز ريسورس بلاننج وده يمكن شويه كان اللي مقصد فيه فكره المانيفاكتشرنج وان غالبيه للاسف الحاجات اللي اتعملت في السنين اللي فاتت كلها وزي ما بيقولوا معدلة عشان تماتش معانا ككونستراكشن بشكل أو بآخر. فلا الـ ERP ده بلاتفورم أو نقدر نقول سوفتوير آخر بشكل أو بآخر ينفع في التصنيع وإحنا بنحاول نستخدمه في الكونستراكشن. لكن أعتقد أن آخر 10 سنين بالفعل بقت غالبية الشركات بتستخدم ما يسمى بالـ CMS أو Construction Management System حاجة بلاتفورم خاصة فقط لغير بالconstruction process ملاش علاقة بالـ ERP. متشابهين في بعض الموديول زي ما حضرتك كنت بتقول في متشابهين في بعضهم لكن مختلفين في تفاصيل كتيرة قوي من جوه. من ضمنها التكنيكال اوفيس من ضمنها الشوب دروينج من ضمنها الـ AI of projects والكلام ده كله. لا الموضوع مختلف شوية. إن تقربوا وإن استخدمناهم فلا فعلا المواضيع اختلفت تماما في خلال العشر سنين اللي فاتت دي بيزد على الموديولز نفسها وبيزد على الفانكشناليتي اللي موجودة في كل موديول. يعني لو أنا فتحت أي ERP system هلاقي فيه supply chain وهلاقي فيه material planning وهلاقي فيه purchasing modules والكلام ده كله. بس هي مش مرتبطة بالplanning مش مرتبطة بالbidding لأن مفيش فكرة البم البيدنج اللي موجودة عندنا
ككونستراكشن. فالموضوع اختلف، فبالفعل الشركات بدأت تدرك ده في آخر 10 سنين فاتت كشركات كونستراكشن، فبدأت تتجه فعلا لما يسمى بالسي ام اس مش ما يسمى بالاي ار بي. فلا في اختلاف، فعلا حصل اختلافات شوية الفترة اللي فاتت، ان المسمى نفسه بدأ يختلف، مش مسمى فقط زي ما كنت بقول لحضرتك، لا في تفصيلة الورك فلو والإجراء ذاته. تاني سؤال بالنسبة لموضوع السبلاي تشين وتفاصيله، بالفعل عشان أقدر أحصل على مور أكيوريت داتا فلازم أجيف مور أكيوريت داتا برضو، فبالتالي كسبلاي تشين وبيزد على الستاندرزيشن أو أبكس، ودي زي ما بنسميها كده البي ام اي انستيتيوت بس الخاصه بالسبلاي تشين، فقالت ان هي نزلت فعلا جايد لاينز مخصوصه للكونستراكشن ملهاش اي علاقه بحاجه تانية، ودي اللي احنا بنحاول نتابعها ان التفاصيل بتاعتها بالفعل بنوصل فيها دب ديجنج قوي، ان انا لو عايز كل ما بعلى بالليفل بتاعي، لو انا مثلا عايز الليفل بس بتاع خرسانه جاهزه هروح اشتريها وماليش دعوه باي اوبريشن تانية، فده ليفل اوف داتا، هيطلع لي ليفل قصادها الليفل اوف داتا اوتبوت اللي بتطلع معايا. لا ده انا محتاج اتريس الزلط والرمل والطوب والمسمار والخشب والكلام ده كله عشان اقدر اطلع فعلا بالليفل اوف اكيوريت داتا. لا بالفعل ده اللي بيتم تطبيقه في كثير من المشاريع، عارف ان هو هادك وعارف ان هو متعب شويه بس في الاخر بقدر اوصل فعلا لليفل اوف اكيوريسي وليفل اوف كومباريزون، هو انا بخسر في المشروع ده في الورك بريك داون ده في الاكتيفيتي دي في الريسورس ده اللي تحت البي او كيو ايتم ده، بقدر فعلا اوصل لسبب خسارتي، لان هو الهدف كل اللي احنا بنتكلم فيه از كونستراكشن حاجتين، ان انا اقلل خساره الوقت والفلوس. فبالتالي لو انا بتكلم اون جنرال سبيكينج من فوق للاسف بفقد معلومات كتير وبحس ان الموضوع فوجي شويه، كل ما بنزل ديب داك ديب داك اكتر، عشان كده عاملين ما يسمى بالكمباني كوست كود او بالكمباني بروجكت كود اللي هو بيزد اون سي اس اي فورماتس والكلام ده كله، فالموضوع كل ما بنزل للليفل بتاعه تحته، عشان كده سي اس اي نفسها لما بدات بيه ال 8 ديجيتس وال 16 ديجيتس وصلت لل 48 ديجيت، كان بسبب ان هي بتحاول توصل كل مره لليفل اوف ديتيل اعلى عشان ابتدي فعلا اشوف هو انا الليكج بتاعي او الخساره او الكريب اللي بيحصل عندي في المشروع بيحصل في انهي جزئيه عشان احاول اوقفه فيها. الجزء الثالث طبعا بتاع الكيو اي، وده عشان كده او الكواليتي اشورنس، ودي انا متفق مع حضرتك تماما جدا ان احنا كل ده ممكن نكون بنعمل حاجات كبيره قوي وكثيره قوي بس بتكون نتيجه ان انا ما عنديش مانجمنت للكواليتي اشورنس بتاعتي بشكل واضح وقوي، ممكن اخسر برضو لنفس الليفل بتاع المشروع، فبالتالي لا اي ام توتالي اجريد زي ما حضرتك بتقول. ارجو ان اكون رديت على حضرتك في الثلاث اسئله، وبسعيد طبعا بالتواصل مع حضرتك كقامه علميه بالنسبه لنا جميعا، وهبقى سعيد برضو بالتواصل مع حضراتكم. في سؤال من باشمهندس روماني على موضوع ان هو مهندس ميكانيكا بيحضر معانا، وهل ده يخص مدني بس؟ لا يا باشمهندس روماني ده ما يخصش مدني بس، وزي ما كنا بنتكلم فكره الكونستراكشن بروجكت اللي احنا بنتكلم عليها دي هي تطبق اندستريال في ميكانيكا في الحاجات المشاريع الصناعيه زي مصانع الحديد والصلب ومحطات التكرير البترول اللي احنا اوريدي شغالين في بعض المشاريع فيها، او محطات الالكتروميكانيكال بشكل كبير اللي هي مش لازم خرسانه وحديد وخشب والكلام ده كله، بالعكس هي كل من له ان هو عايز بفكره الكونستراكشن مانجمنت دي اللي عايز بيتطور فيها وعايز يشوف مشروع بحجم كبير، فبدل ما بنتكلم عليها في مشروع ريزيدنشال او مشروع كوميرشال في حجم خرسانه كبير، بس حتى لو بنتكلم في حجم الخرسانه يعني في المشاريع مثلا الكوميرشال بالنسبه لنا المولات والكلام ده كله 55-60% ام اي بي، فبالنسبه لنا مدني مدني بيبقى عليه 45% والكتروميكانيكال بيبقى عليه 55-60% في بعض المشاريع بالذات الكوميرشال، يمكن طبعا الموضوع بيقل كل ما بتجه للريزيدنشال شويه، لكن فكره الكونستراكشن مانجمنت از جنرال سبيكينج فور اني بيربوس اوف بروجكت لا طبعا ما بتفرقش ما بين مهندس مدني
وما بين مهندس ميكانيكا. المهم في الآخر إحنا بيبقى كلنا مجتمعين عشان المشروع بتاعي يكتمل ويخلص ويتنفذ on time and on budget. طيب باشمهندس محمد عز في الموضوع فيها كان بيقول على موضوع الريفت والكوست اكس والكوست اكس واللاند سوفت، كانوا بيقولوا انها بتطلع برضو بضغط الزر، بس لما نجرب المراجع دي فملاقيينها بتشتغل. بالفعل احنا كلنا اشتغلنا بالكلام ده يا باشمهندس محمد، وبالتاكيد شفنا فيه مشاكل زي ما انت شفتها وعملنا فيها شغل كتير قوي. الفارق كله اللي احنا كنا بنواجهه في كل هذه البرامج يا باشمهندس محمد، سوري يا باشمهندس مصطفى، فيها ان اولا كلها كانت برامج ديسكتوب، فما بتسمحش بشكل او باخر بان تيم بحاله الناس بتوع البيم يابديتوا، الناس بتوع البي او كيو بيابديتوا، الناس بتوع البلاننج ان وجدنا عشان نطلع الهيستوجرام بيابديتوا ان سام سيرتن ستورج داتا كبيرة وفاهمة البيانات دي كلها. كان الكبير بتاعهم ايه؟ سنترال فايل على سيرفر ولينكات وشاير وحط الاسمبلي، لو الراجل بتاع البيدنج غير الموضوع لازم اخش وري اسمبلي الموضوع تاني، او زي ما كنا بنتكلم في كوست اكس او بلان سوفت، لا ده انا ممكن اخش كمان بيزد على الايتمز بتاعتها. الموضوع هنا اصبح متاح في ايه؟ ويمكن لو هوريها ليك لحضرتك ثانية واحدة. أيوان عشان نبقى متفقين عليها هنا. ريشن أيوان، حضرتك شايف معايا الشاشه دلوقتي يا باشمهندس معتز؟ احنا ظهر عندنا الباور بوينت. لا ظهر كده حصر كميات الحمد لله. ايوه بالظبط. فكره كلها يا باشمهندس مصطفى في ايه؟ في ان انا بربط حاجه دايناميك بحاجه دايناميك ثرو حاجه ستاتيك، وهي دي كانت شطاره الاي دي دي صراحه. دي هي بنود الاعمال اللي داخله من عندي من اداره التسعير، مربوطه ببروبرتي في element. يعني ايه؟ يعني لو انا ممكن اختار element ده مثلا البند بتاعي اللي هو الكود بتاعه CCE0101، اقدر اربطه واختار معاه كل الحيطان بالكاتيجوريز اللي موجودة هنا بالبروبرتي مش بتاعة الفوليوم بتاعتها، عشان يقدر يحسب بالنسبة له الفوليوم بتاع الحيطان فيربطها بهذا البند. ممكن استخدم نفس الحيطان تاني لو انا عشان اقدر احسب التشطيبات بتاعتها، فاقول انا عايز السيركونفرنس اريا بتاعتها، فبربط البند مع السيركونفرنس اريا بتاع elements انا او كاتيجوري او فاميلي انا مختارها. فبالتالي انا دخلت كراجل بتاع بيم ماليش اي علاقة لا بالربطة ولا بالناس بتوع الادارة الفنية او البدن جواها خلافه، دخلت عملت ابديت للبيم فايل بتاعي، فبالتالي الحيطان اتغيرت، وبالتالي التشطيب اتغير، وبالتالي حجم الطوب والبريكس اللي انا محتاجها اتغيرت. انا ما بقتش انا كراجل بتاع بلاننج او بتاع بيدنج مش محتاج، او بتاع مكتب فني بحصر الكميات مش محتاج احسبها، هو خلاص المهندس الصغنن اللي جوه اللي اسمه باشمهندس زي بلدر هو اللي فهم العلاقه ما بين الحيطه اللي الاي دي بتاعها 642 مع البند العمل الاي دي بتاعه كذا، هو ربطهم ستاتيك ثرو الليفل اللي بنسميه الليفل التحتاني. فبالتالي ايا كان انا غيرت الكميات او غيرت الديزاين او غيرت الدايمنشن بتاعتها، هو لوحده بيريكالكوليت البروبرتي بتاعه الاليمنتس دي ويسمعها معايا زي ما حضرتك شايفها هنا. فبيقول البيم كوانتيتي بالنسبه لي 1264، وده كان فعلا في مشروع حقيقي ان البند الكميه التعاقديه بتاعتها 632، والكميه المحصوره انا ما عملتش اي مجهود اكتر من موضوع الربط اللي اتعمل مره واحده وكل ابديتس. طبعا لو في اليمنتس جديد او في اليمنتس اتشال هو ده بس اللي بخش اللينكج اياه تاني، لكن كل الاليمنتس اللي موجوده عندي اتربطت مره واحده ببنود الاعمال. حتى لو بنود الاعمال اتغيرت او حتى الاليمنتس اتغيرت، المهندس الصغير اللي جوه عندي هو اللي بيريجنريت الكميات دي ويبتدي يحصرها لي. فبالتالي المفترض ان زي ما انا قلت لحضرتك دي مش ضروب من ضروب الواقع، احنا اصلا بتوع بروجكت مانجمنت استغفر الله العظيم يا رب في الموضوع، فمش بتوع زي ما بيقولوا
mainly development او الكلام ده كله. لكن احنا تعذبنا نفس العذاب اللي حضرتك اتعذبته ده على مدى 25 سنه. فكنا بنحاول نفكر مع الشركات الشقيقه او مع التيمز الشقيقه اللي موجوده معانا في الديفلوبمنت ازاي نقدر نريح نفسنا ونسهل شغلنا عشان حجم الضغط نتيجه تكراريه الشغل والكلام ده كله. زي ما قلت لحضراتكم في البدايه ان فكره ان انا عندي ادارتين بس لما اتحسب فكره الكوميونيكيشن اللي بتحصل ما بينهم وادارتين بنسميهم الهيفي اكسبنسيف كوميونيكيشن اللي هو زي البيدنج والبلاننج والسايت اكسكيوشن، لقينا ان كل اداره بتستنفذ من 25 ل 28% من وقت يومها ما بينهم وما بين بعض. ده ما بين ادارتين بس، خد بقى الادارات التانية. ففي الاخر انا اخري اربع ادارات وبقيت الداتا كلها وقعت. فبالفعل الموضوع مش سهل سواء اكسكيوشن او بلاننج. وبالفعل في برامج او بلاتفورمز سبقتنا في هذا الموضوع، وان كان هذه البرامج احنا كلنا استخدمناها وكلنا اشتغلنا عليها فحاولنا بشكل او باخر. طب لو احنا عايزين نحسن فيها او نسرع الاداء فيها يبقى الموضوع ازاي؟ ومن هنا حاولنا يبقى الموضوع أسرع. أعتقد كده يبقى الأسئلة بالنسبة لنا كلها خلصت، صح ولا أنا مخطئ يا باشمهندس عمر؟ تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير. تمام الحمد لله. الله يكرمك، ألف شكر لحضرتك يا دكتور. ربنا يخليك، وألف شكر طبعاً ليك، وألف شكر لفريق بام أريبيا كلهم، وإن شاء الله نشوفكم على خير في المحاضرة بتاع المحاضرة الجاية. جزاكم الله كل خير يا دكتور، ألف شكر لحضرتك، وشكرا للقاضي الباشمهندس حسين القاضي، وشكرا للفريق بالمربية مهندس أحمد وباشمهندس محمود، وشكرا لكل الحضور. الله يكرمك.